اجينا هنا دريد طبعا هذه يخلون فيها الاشجار. راح نشوف ان شجره صغيرونه. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. شلونكم؟ شعبكم؟ جيت اليوم تقول عندي معلومات اريد اقول لكم اياها عن اشجار راس السنه واكو بيها انواع وحابين اشارك لكم الفيديو. وينك؟ وينك حيدوري؟ نتيه بيه لابرنت. بتقول هذا نتيه بيه نقدر نتيه. هاي اجينا هنا. هذا يبيعون هنا اشجار مال راس السنه كلها. كم هسه على النوعيات مالتهن. اكو يعني ما اعرف اسمهن بالعربي بس راح اقولهن بالالماني. اكو تانه، كيفه، فيشته، واكو واكو لياشه. التانه ما تذب ابد من هذني نادن، واني اعرف هاي تانه لانه التانه مالتها هذني الابرات ما ياذن وكلش يعني فروات يقولون عليهن نعمات. نعمات ويعني ما ياذن وفلاخ فلاخ عدلات عدلات كلش ما ياذن. ازو هاي هسه تانه لانه هم من جوه ما موجودات عندها ومكتوب على التانه ما موجودات. اعتقد هذني كلتن بس تانن لانه هذا افضل شيء ياخذون تانه لانه تانه ما تذب ابد مالتها هذني الابرات. واكو الفيشته، الفيشته مالتها فيكانتيك شبيتس وكوتس مالت الفيشته ويعني يأذن يجرحن ومن كل مكان. هاي روم هاي مثل الروم صايره من كل مكان يعني هم هنا هذني بس هاي روم تصير نعم الفيشته فيكانتيك يعني يم التانه هذني صعدت لي فوق مو نازلات بس يم الفيشته نازلاتهم هيجي بس يم التانه بس لي فوق. ويم اللياشه لو لياخه هم يقدرون يصيحوا لها يم اللياشه مالتها نسيت. عافيه. بس احنا سوينا امتحان بيها مثل البوشل البوشل مثل ال جروب تطلع جروب جروب ما تطلع عين تسل يعني بشي اي وتطلع كلش كيفة يا بابا هذا شو تعمل هذا كيفة يا بس احنا قراده بالاكل يا هذه تكون باعوا بها اللون شوي على بياض هذه شلون حلوة حلو تلعب بكرشة مو لا هذا نيكولاوس طبعا حاطي بس بابا نويل حاطي مثل الموديل على مود الناس تجي تشتري اشجار من انا جاهزه يزينوها براس السنه يحطون بيها كرات مدينة بنت صف واحد تذكر 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 بوم هذا بابا نويل كلش كبير شجرة بي وبس دفعوها لي قدام وهي تتغلف وبس هذين الشجرات براس السنة يقطعوهن حتى الناس تجي منها وتشتريهن لأنه يعني أكوهم ناس حديقتهم لو أكوهم ناس يعني ما عندهم حديقة يشترون منها بس أفضل شيء اللي ما عندهم حديقة يعني ساكنين أفضل شيء للناس المساكنين يعني بيت بحديقة شلون احنا من كنا يعني بهذاك البيت القديم افضل شيء يشترون شجره راس السنه بلاستيك لانه الشجره مال راس السنه تقدر هم تذب بس اكو هم وحدات ما يذبن بس افضل شيء بلاستيك هاي تنا وهاي شجره مال الكريسماس طبعا هاي ناس يجون من هنا يشترون لانه كل سنه بهذا الوقت بشهر 12 يبدون يخلون هذه الاشجار هنا على مود الناس تجي تشتري وتختار الحجم اللي يريدوه فاحنا اليوم ما راح نشتري راح نطلع نكمل شغلنا.
ما تريدوه؟ ودينا روحي يسلي ورد بعته أوباب راح أسلي مخلان عبارة عن كرتون مباب. إيه رودينا لا تلزمي بإيدك. شنو؟ لا تلزمي بإيدك يا أبا عيدي صار بيها. ودينا كافي روحي ودينا طلعون طاقتهم كلها بالباب. لا تتعور تفلت على وجه أختك. فتح الباب فتح هدو فتح الباب على حاجة دوكو ماما علينا ردينا فتحيها. خلينا نشوف شلون راح نقدر ندير. ما عندكم محقان؟ نعم نعم حيدر لا تدفع لك حيدر لا تحرك خرب. هاي فارغة كلها؟ لا تحطون كله لا تطلع لحظة حيدور خلي يروح الوقف شو خلينا نشوف عدل زمان ها اي لك لا اوقف خلي يروح هذا هل تعبشت انه ينغيد شو جيتنا هل تعبشت انه ينغيد شو نجيكوف بدنا كبوت اسن شواتن بتو كافي لا حيدوري بعد خليها اليكس كم شون لا حيدوري بعد كانت تو غاد داين اوتو دا يصلح سيارة ما انتي حاجة ايش لادا يسأوف لحظة هذا البطل كله ماما بتول البطل هذا كله اي مو كانت فارغة مال المساحات ايش قد هو لازم تكلف للمساحات هذا كله لو هذا كله وذا زي هذا اللي جو ياس يا هاي هي هسه سلته اوكي هل طبعا هاي سيارة من جوا بعد ما كنستها ونظفتها بس يحتاج لها غسل من برا وعندي هذا كله صاير عليه مثل اللي التراب اللونه ابيض خفيف فلازم نمسحه بس هسه صار وقت لازم نروح لان الساعه 4:30 رودينا عندها درس لازم تفتحه اونلاين ويا المدرس الساعه 5 ريحه الشخاطه العجيبه وكان تنحرق العودة والنار ما معلوقة نغسل ايدينا مي وصابون حنموت نسوي العشاء صار وقت العشاء
اليوم محضرين للعشاء الريش، ريش الغنم الجميلات. هاي مو ريش، هاي ريش. راح نسوي اليوم الريش مع الغنم بالفرن. خلي على الريش الغنم مثل ما تشوفون، بس ملح. حاطس من ورا الفلفل. هنا انا عندي جهاز الشوي، راح اخلي عليه اللحم بهذه الطريقة من ورا الفلفل. تركوا شي مادية. راح نخلي ريش الغنم على جهاز الشواية الكهربائية بس على مود تاخذ تشويحة سريعة كلش. الشواية الكهربائية اذا ما عندكم اياها تقدرون تشوحوا بالشواية اللي تكون على الغاز او تكون يعني هاي المقلاة تستخدمها، المقلاة الكهربائية. تمام. هنا عندي كرفس او معدنوس اللي تريدون، اي شيء موجود عندكم عادي. فراح نستخدم هنا ثوم واحد، راح اخليه ويا المعدنوس ويا فلفل اسود، وراح نخلي زيت الزيتون ونخلي ملح. هنخليه بالفرن. طبعا تقولون البوتيتا ليش ما سلقتيها؟ هنا من تريدون تحمسوها يعني وقت شوي بطيء تقدرون تخلوها مكعبات صغيرة وبدون ما تسلقوها عادي. يعني هنا عندي البوتيتا ما مسلوقة ولا مقليتها يعني ابدا، فهسه بس غسلتها وقطعها مكعبات ونخليها ويا البصل. المعدنوس راح نضيف شوندر مثل ما تشوفون. راح اخذ من عنده كم قطعه انه حابه اسوي اليوم سلطه مع الشوندر كلش طيبه. تضيفون شويه ليمون وشوندر ومعدنوس وزيت الزيتون وشويه حامض.
شوفوا شلون صايره. طبعا الدهن اللي بيها نازل ومحمصه من الجهتين. طبعا هذا اللي دا ينزل ابدا مو مي، ما بيها مي لانه انشوت. أعطيك رأيي بالمنظر لو بالأكل بالطعم يعني؟ أحس بيك باطل. هذا بعدني ما أحس بيك باطل. هو المنظر يعني منظر مشهي. أذوقها؟ شنو رأيك أول مرة؟ يلا ابلع. بعدني ما ضايق. شنو رأيك؟ طيبة؟ طيبة؟ أوه تخبل. على فكرة هنا الألماني يبيعوها بالغرام، يعني يسوي لك طبق يقولوا لك إيش قد تريد؟ كم غرام من اللحم بهذا الطبق؟ يا هاي الألماني، احنا مو ألماني. انا ألمانية. يعني تمام التمام؟ تمام والله، مستوية. متى اقدر؟ متى ما اجي اسوي الشاي؟ متى اقدر راح اطلع اشترى؟ شوف هاي منو؟ هاي اختي الرابعة؟ برا خش اشترى التليفون. خش مش صاير؟ خش مش صاير كله ايفون. اقول لك هاي انت لو محمد ابنك. هذا اللي قال لك اني هاي مو اني متنكره حتى ما تعرفيني. ها شنو جواك صوف؟ شنو انقلبتي؟